ما أسفرت له نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات، نعم وهنالك فوز لبعض المحافظين ولبعض الشخصيات. نعم حقيقة لم يروق إلى الإطار التنسيقي هذا الفوز، وسرعان ما عاد مرة أخرى هذا الإطار وائتلف وأعلن ائتلافه، وهو اليوم ماضي نحو تقسيم المحافظات فيما بينهم، أي يعني أن الشخص الذي فائز بعدد أصوات كبيرة في تلك الانتخابات ليس من المتوقع أن يحصل على مقعد سواء للمحافظ أو لمجلس المحافظة. وخير مثال على ذلك لدينا السيد العيداني محافظ البصرة الذي حصل على 24200 صوت، ولديه كتلة فازت ب 13 مقعد او اقل من ذلك. نعم. لا اعرف بالضبط عدد المقاعد، بس هو يتارجح ما بين ال 12 وال 13. اليوم الاطار التنسيقي عازمين على استبداله، وان لم يستطيعوا استبداله وبقي الرجل محافظا لنفس المحافظه فسوف يكون مكبلا ومقيدا ولا يستطيع عمل شيء الا مراضات الكتل والاحزاب، أسوة بما يقوم برئيس الوزراء الحالي، أيضا لا يستطيع العمل بسبب التكبل يديه.